عايزين نعرف بقى استاذ ايهاب اخبار المنتخب، كواليس المنتخب، الحاله ايه، هي حاله محمد صلاح والتصريحات، يعني الناس كلها متشوقه انها تعرف ما هي الاجواء داخل بعثه منتخب مصر في روسيا. المنتخب المصري، الجهاز الفني، اتحاد الكوره، الدنيا ماشيه على قدم وساق، ولكن تبقى يكون المنتخب المصري معطله. يعني اقعد اقول لك احسن مالك من دلوقتي، نعم، صعب جدا محمد صلاح يلحق بالمباراه الاولى، نعم، وده بالتالي اللي هيبقى يعني هو ده التساؤل الاكبر اللي في الشارع المصري، رغم تمنياتنا كلنا ان محمد صلاح فينا شارك في المباراه الاولى، لكن انا بقول لك صعب جدا ان محمد صلاح يشارك في المباراه الاولى امام اوروجواي يوم الجمعه، لان حتى الان يا دوبك النهارده اول تدريب، يعني ابتدى يجي شويه، لسه ما لمسش الكوره، الامور هتبقى صعبه. كل ما هو موجود طبعا محمد صلاح مهمة جدا، لانك ممكن يعني تكذب قدام وترميه بدري في مباراه الاوروجواي، لكن لا قدر الله تخسره في المباريات اللي بعد كده، ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري. بس اعتقد يا استاذ ايهاب يعني سلامه واستمرار شفاء صلاح. اعتقد ان كوبر يعني وخبرته الكبيره في اوروبا مش من النوع اللي هيجازف محمد صلاح في هذا اللقاء، يعني لو هو مش جاهز مش هيلعب. هو القرار مش قرار كوبر، لان هو قرار طبي. ده حقيقي، بس اكيد بيشوفه، يعني لو مش جاهز بنسبه 100% مش هيديله الماتش، يعني بالظبط. فهو حتى الان مش جاهز، والدليل انه ما نزلش ولا تدريب جماعيه كوره، فصعب جدا. انت النهارده التوقيت اللي فاضل ما يلحقش يجي تشوف محمد صلاح، على الرغم ان محمد صلاح بيسابق الزمن، على الرغم ان محمد صلاح بيعمل اكثر من المتوقع، على الرغم ان محمد صلاح بيتمرن بعد ما المنتخب بيخلص بيكمل، بيفضل بيكمل مع الطبيب الليفربول الخاص، وكمان طبعا تحت اشراف الكابتن سام الدكتور حسام الابراشي. في جهد كبير جدا بيعمله صلاح، ولكن الوقت الكافي قليل جدا. نعم، ده حقيقي. لكن هو حالته النفسيه هو عايز يلحق، يعني هو حالته النفسيه الانطباع اللي واصلك ان هو حابب انه يلحق، بيحاول، ولكن في الاول وفي الاخير بقى دي يعني هو صعب، وموضوع بقى بايد ربنا دلوقتي شفائه يعني. طبعا دي حاجه، وحاجه ثانيه محمد صلاح بيتعرض لضغوط غير عاديه. محمد صلاح يعني في طلب غير عادي والحاجه غير عاديه من كل الجماهير بالصور الشخصيه والتواجد في الفندق والتواجد والتقاط الصور الشخصيه والسيلفي والازدحام والضغط على صلاح. ده على قد ما هي حاجه طبعا كويسه جدا وحاجه كلنا بنشعر بيها بالفخر، على قد ما ده بيعمل ضغط كبير على صلاح، ويعني بيبقى مرغوب بشكل كبير، والناس كلها بتروح بقى تمسك وتتصور، وازدحام غير عالي لدرجه ان طبعا في شرطه مكلفه جالت اعدادها مخصوص مع المنتخب المصري لتامين محمد صلاح والمنتخب. في حفاوه كبيره جدا بالاستقبال في الشيشان، حسينا بيها احنا هنا في مصر استاذ ايهاب. لا، ده الحفاوه وصلت من اول رئيس الجمهوريه في الشيشان لغايه يعني الجماهير والمحبين لدرجه تفوق الوصف، يعني درجه تفوق الوصف في التعبير، وفي الهتاف قدام الفندق، وفي الهتاف في الملعب، وفي الصور وفي اللافتات. كمان مش لمحمد صلاح بس اللي لاعب المنتخب، ولكن محمد صلاح طبعا هو صاحب الحظ الاكبر في التشجيع. طيب انطباعاتك عن كلام وتصريحات مستر كوبر، ما هو البرنامج حتى مباراه اوروجواي اللقاء الافتتاحي؟ برضه حابين ان احنا نعرف كيف سيتدرب المنتخب وانطباعاتك الشخصيه، وانت دلوقتي قريب من بعثه المنتخب بتشوف مستر كوبر، اكيد حاسس من كلامه الى اين ستكون الامور. يعني كوبر عنده طموح كبير جدا مع المنتخب المصري، عايز اقول لك حاله من التفاؤل غير عاديه. انا ساعات بستغرب من النتائج السلبيه في الوديات وبين الحاله اللي واصله للعيبه والجهاز الفني والثقه من المنتخب، هي ده بيعمل حاجه، والمنتخب هيتعامل في المجموعه بشكل كويس جدا. وكوبر عنده حاله من التفاؤل، يعني كان امبارح قاعد في المحاضره مع اللعيبه بيقول لهم احنا مش جايين نلعب 3 ماتشات ونرجع. نعم. احنا مش جايين
يعني نقدم الصوره الاولانيه ونرجع لها انتوا امكانياتكم اكبر من كده وقدراتكم اكبر من كده، ويمكن حتى الحضري باعه كده وقال له طبعا يا مستر كوبر، قال له مش انت الحضري اللي هتكمل لوحدك، التيم كله هيكمل يعني، واللعيبه كلهم قعدوا يضحكوا، وكان في جو من البهجه يعني بين اللاعبين. وخليني اقول لك ان في دور بقى مهم جدا ومميز لاثنين، للكابتن اسامه نبيه وللكابتن محمود فايز، وهم بيقعدوا مع عدد كبير جدا من اللعيبه وخاصه بعض العناصر والمركزات. طارق حامد كان اسامه نبيه دايما بيقعد معاه على طول، بيطالبوا الصيد بهدوء، عايز حماس بس مش عايز نوع. مش عايز طرد، هو عايز حماس بس مش عايز طرد. استاذ ايهاب، هو عايز حماس بس مش عايز طرد ولا انذارات. الو استاذ ايهاب. كابتن محمد. ايوه انا سامعك كده، اتفضل يا فندم. الامور ماشيه بشكل مميز جدا. المعسكر مش غالي، وعايز اقول المهندس ايهاب ليه قايم بدور كبير جدا 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 مع المنتخب ومع اللعيبه في التنظيم وفي التنقل. خليني اقول لك ان يعني مقر اقامه الفريق بينه وبيلعب مش محتاج سكه، محتاج سكه من ويعني في حاله من السعاده والنشوه عند لعيبه المنتخب المصري للحفاوه الزياده اللي بتشوفوها في جوه. طيب بالنسبه للبرنامج، من ابتداء من غدا هيكون التمرين في نفس الميعاد فتره واحده، يعني ما هو البرنامج حتى لقاء ارجو؟ تمرين فتره واحده، ويتحركوا من يوم الاربع من جروز. هتبقى في تدريبين، يعني هو النهارده كان في تدريب واحد بس، من بكره هيبقى في تدريبين، وهيتحركوا يوم الاربع، هيروحوا على كاترينبرج دي اللي هتشهد المباراه الاولى، وبعدين هيروحوا بعد كده المفروض يرجعوا على جروزني. بقى هنا ما حددوش اذا كانوا هيرجعوا على جروزني تاني ولا هيجوا على سان بطرسبرج. الجهاز الفني عايز يجي على سان بطرسبرج مره واحده، لان حضرتك هنا احنا قاعدين في قاره. طب روسيا المساحه 17000 كيلو متر، ده حقيقي فعلا. طيران داخلي مثلا بياخد الاربع ساعات بين المدينه وبين المدينه. فالترتيبات طبعا صعبه، عدد كبير طبعا من الجاليات والمنتخبات وكل المدن، كل الملاعب اللي فيها محجوزه وكل حاجه فيها معمول حسابها. لكن انا عايز اقول لك بشكل شخصي، الروح اللي موجوده عند لعيبه المنتخب المصري عاليه جدا. يمكن كوبر بيفاضل بين ورده ورمضان صبحي، اللي هم حد يكون يعني يكون وقع عليه الاختيار بديلا من صلاح في حاله عدم مشاركته في المباراه الاولى. انا بقول لحضرتك ان هو صعب جدا شارك في المباراه الاولى. كذلك حراسه المرمى لم تحسن بين الشناوي وبين عصام الحضري. بقيت بقى المراكز اذا كان فتحي يمين وعبشافي شمال، وقلبين الدفاع حجازي وجبر، وقدامهم حجازي وجبر ولا حجازي وسعد؟ طارق حامد وسعيد وتريزيجيه. طيب زميلنا استاذ ايهاب الخطيب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. نقل لنا كل حاجة عن بس